جزاكم الله خيرا. أم محمد من القصيم من بريدة تقول: زوجي أصيب بجلطة في الرأس وهو جنب، ورقد على إثر ذلك في المستشفى ما يقارب من شهرين لا يعرف أحد، ثم توفي ولم أخبر أولادي بأنه جنب إلا بعد موته ودفنه. هل يلحق الزوجة إثم بعدم إخبارها الأولاد بأنه جنب؟ لا زال تكليفه ما دام أصابته الجلطة وزال شعوره وزال تصوره وعقله، فإنه زال عنه التكليف، لا شيء عليه. لكن لما مات تغسل جنازته تغسيل الميت. نعم.